السلام عليكم حبابي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. رجعت لكم ان شاء الله فلوج جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم اخر المراحل قبل العيد ميلاد. هذا العيد ميلاد طيح فيا النص، دار لي التخسيخه. المهم ان شاء الله اليوم غادي نحاولوا اننا نكملوا كل شيء، لحقاش فريمون بقى والو العيد ميلاد، دونك خاصني نوجد داكشي اللي غادي خاصني. غادي نخرجوا ان شاء الله وغادي نمشيو المرجان باش نشريو بحال هكا العواصير، داكشي اللي غادي المشروبات اللي غادي نحتاجو، ومن بعد غادي نمشيو. فين غنمشيو؟ على التريتر، ياكي غنمشيو ان شاء الله عند التريتر باش حتى هو نفيكسيو معاه، لحقاش هو اللي باقي ليا. وكاينين شي حويجات ما بغيتش نقولهم لكم حتى تشوفوهم في لانيفيرسير ان شاء الله، باش يعني هكا يبقى شويه ديال السسبانس ويبقى عندكم الفضول انكم تشوفوا شنو غادي يكون ان شاء الله في العيد ميلاد. فنخليوها مفاجاه، نفطر دابا ونتحركوا ان شاء الله. شوفوا لينا عاوتاني شنو مصيبه ليا. ديك النهار صيبت ليا الوافل او لي غوفر، واليوم صيبت ليا بانكيك بالكراميل والشوكولا. الله يخليك ليا الحبيبه الكبيده الزوينه. مهم يلا ناكلو ان شاء الله ونتحركوا. يلا وصلنا دابا البنوتة شفين، انا وماما ولينا. يلا وصلنا دابا ان شاء الله غادي ندخلوا المرجان باش نتقداو داكشي اللي غادي خاصنا وصافي. هادشي اللي كاين، ما صورتش لكم الطريق، نسيت وسناب اون سمايل كنلسلس واحد شويه حيت باقا ما مولفاهمش. صافي احنا غادي ندخلوا دابا ان شاء الله وغادي نشارك معكم كاع داكشي اللي غادي نتقدا من هنا.
عجباني على السيارة توضرنا والله تتوضر مفقودة وما عندك الترعة انا وياك فاهمين انا المعده ولي المصطلح راه ولي من الضروري هذا جدنا عليك اختي هذه باقا شاده وعرفتي علاش ما عرفتيش علاش باقا شاده بانكيك وبنان في الطاقه وشوكولا وكاع ما عقلت علينا ما توقفنيش كاع ما عرفتنا كنتوحدوا ما عقلتش علينا ها الباب اللي مول لا ما قلتش شي واحد كيتوحم دوق بانكيك ما والو انا خصي لا ما تصيبين عرفتي شنو غديري الدوره من هنا ما تخشيش من هنا لا 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 هانتوما شوفوا يا المشاهدين حمقى هذه راه بقى لها غير نهار على 18 بقى لك نهار على 18 شوفوا الحال اش نهار صافي غادي دير العقل يا المشاهدين اش نهار هز اختي السطلك المهم حنا كيف ما كتشوفوا تقدينا كلشي وجينا للدار وتغدينا كلينا كسكسو ودابا ان شاء الله كنجمع حوايجي الحمام باش ان شاء الله غادي نمشي ونضربها ليا بواحد التحميمه فعلى تركه لحقاش غدا ان شاء الله غادي ندير لانيفيرسير فبغيت نوريكم زعما شنو غادي نحتاج في الحمام كاين عندي هنايا هذا الصابون البلدي ديال الحمام واعر خطير من عند وفاء بيو وكاين عندي هنايا عاوتاني التبريمه الملكيه لي فريمون راه ملكيه اسم على مسمى هاد التبريمه خطيره بالنسبه للبنات اللي عندهم كحول يعني مثلا مناطق الحساسه تحت الابط وبزاف ديال المناطق فهذا زوين هذا البرودوي كيعالج وخطير جدا يعني اي منطقه عندك فيها شي سواد ولا شي كحوليه كيصفي لك الجسم على قول الله اكبر وكيردوا لك كيشعل وعندنا هنايا عاوتاني ماسك حمام بلادي هذا حتى كنساليو الحمام وكل شيء يعني حتى كديري باندوش كتبغي تخرجي هذا هو اخر حاجه كديري هذا الماسك بلاتي نحلو لكم اجي حليه ليا ماما ها هو شوفوه كيجيب على هذا الشكل بلاتي نوريكم هو هذا المهم هذا الماسك خطير هذا كديريه وكتخرجي اشنو كيدير هذا كيبيض الجسم وكيصفيه كيصفيه من كاع داكشي اللي فيه غادي ندوزو عاوتاني عندي هنا باندوج هذا باندوج ما كنستغناش عليه خطير بزاف وريحته زوينه هذا خديته من عند باغا فارماسي المهم هاد لي برودوي راه خديتهم من عند واحد لاباس سميتها وفاء بيو كتبيع كاع داكشي الطبيعي وهي اللي كتصايبو بيديها نخلي لكم لاباج ديالها هنا ديال انستغرام وكاين هاد باندوش هذا خديته من عند باغا توجور من عند ايمان واحد السيده الله يمرها دار عندها باغا فارماسي في المعارف وخديت من عندها هاد البرودوي هاد البرودوي كنتوضاو به البنات المناطق الحساسه وخديت كذلك من عندها هاد البرودوي هذا زوين ريحتو ريحه الليمون سيترون فن هذا كندهنوه للجسم يعني ملي كنساليو حتى كنخرجوا من الحمام وكنشفوا ذاتنا وكدهنيه ديك الساعه اللحمه كامل وكاين عاوتاني هذا البرودوي خطير كنديروا لوجهي ديما كيعطي نضاره للوجه هذا حتى كديري ماسك وتغسلي وجهك وكلشي عاد هو اخر ايطاب كديريه زوين بزاف عاتي كيرد الوجه بحال هكا كيبري عندي فهاد لي برودوي خديتهم من عند
لا باج اللي قلت لكم ديال باغا توجور غادي نخليها لكم هنا حتى هي دخلوا عندها ونخلي لكم حتى النمره ديال التليفون ديالهم. فانا علاش كنشارك معكم هادشي حيت نتوما شحال هادي كنتو قلتوا لي كنزه ملي تكوني غادا للحمام شاركي معنا على قول الله اكبر شاركي معنا لي برودوي اللي كتبغي تستعملي واللي كتستعمليهم ديما في الحمام. فانا هادو هما لي برودوي اللي كنستعمل في الحمام وقلت ضروري غادا هذه هي الفرصه لاول مره كنشاركهم معاكم. كاين عاوتاني عندي هذا كريم مرطب معطر برائحه العود هذا خطير. دونك دابا حيره واش غادي ندير هذا ديال السيترون ولا غادي ندير هذا. صراحه هذه المره وقيله غندير هذا لحقاش ريحته زوينه بزاف عطي ريحه العود بلاتي تيسالي الاذان ونكمل لكم وسال الاذان. مهم واحد جوج الحوايج الا ما كانوش في الحمام فاش كنمشي كنبغي نمشي الحمام راه والله ما كنمشي الحمام هادو ما يمكنش انا نمشي الحمام وما نديرهمش راسي. عندك الحنه بالاعشاب او الحنه عاديه يعني انا ما عنديش فرق ما بين الحنه بالاعشاب ولا حنه عاديه ولكن ضروري فاش نمشي الحمام معروف عليا انني دائما كنستعمل الحنه ديما ديما امبوسيبل. انا عزيزه عليا راه تبارك الله كنحماق على ما عرفتش فيا مالي يا خويتي انا مهاوشه مهاوشه اش غندير كنموت على الحنه. وكاين عندنا هنا الغسول بالاعشاب للوجه هذا ديال الوجه وبالنسبه للجسم صراحه ما عرفتش واش نديرو جسمي ولا لا. دابا هذا ماما مكتوب فيه غسول للوجه يعني ما نستعملوش الجسم لا وجه غير للوجه ايوا صافي. دونك ضروري نشي غسول باش نديرو اللحمي لحقاش انا كيعجبني ندير الغسول اللحمي. صافي هادشي اللي غادي نحتاج. صافي سمحوا لي طولت عليكم. هادو راه خديتهم من عند واحد لاباج diamond.ma غادي نخلي لكم حتى هي انستغرام ديالها هنا والنمره ديال التليفون ونخلي لكم حتى القناه ديالها. بالنسبه للناس اللي عزيز عليهم داكشي طبيعي هاد السيده كتبيع كاع داكشي طبيعي 100% مثلا هاد الحنه كتطحنها وكتخلطها بايديها. نخلي لكم لاشين ديالها حتى هي في صندوق الوصف غادي تدخلوا غادي تلقاو الطريقه كيفاش كتحضر هاد لي برودوي يعني باش كتيقوا في داك البرودوي اللي كتشري وكتكونوا مامنين على نفسكم. فغنخلي لكم لاشين ديالها في صندوق الوصف بغيتكم كاملين تدخلوا تابوناو عندها ومن هاني تشوفوا كيفاش كتوجد داكشي ديالها. وصافي هذا ما كان باقي الماسك ديال الشعر ديالي والشامبوان راه ماما وضرتهم ليا حتى نتجبدهم ونوريهم لكم. هادو ضروري نستعملهم لحقاش انا دابا كيف عارفين درت البروتين شعري دونك ما يمكنش ليا. قالت لي السيده ممنوع عليك انك ديري اي شامبوان خاصك تستعملي الشامبوان اللي غادي يوافق لك شعرك وهادوك هما اللي خاصني نستعمل ديما ان شاء الله. فيلا هو معانا. المهم دابا جينا لواحد المحل ان شاء الله باش ناخذ داكشي اللي غادي يخصني لانيفرسير هكا شي تويشيات شي ديكورات ويلاه كنختارو نختارو بعدا الشمع. الشمع في هذا اللون زوين صافي شي هذا زوين انا عجبني الذهبي لحقاش حنا الثيم اللي غاديين عليه كله دوري وفيه البيض وصراحه عجبوني هاد التفاصيل كنا ما خديناش الاخرين من المارشي ولكن ماشي مشكل حتى هادوك اللي خدينا زوينين. هات كيف قلنا غادي نبقاو متبعين على الذهبي والبيض غادي ناخذو هادو ما عرفناش واش ناخذو هاد الصغيره ولا ناخذو هاد الكبيره. الكبيره واقيلا فيها شي 50 حبه وكدوك كدير ديك 90 درهم هادي واقيلا فيها 10 الحبات ودايرين لها 20 درهم صراحه مغليين واحد شويه. المهم احنا غادي نشوفو ان شاء الله وخاصنا اللون الابيض في هادو. بالنسبه لي بابي راه خديناهم رشتو كلشي في المرجان والكيسان حتى هما خديناهم كنا نخليو داكشي تنجيو هنا ما كنتش عارفه راسي غنجي لدرب عمر اما كون خليت داك ديزاين وكلشي تنجي هنا وناخذو. المهم وغادي ناخذ واقيلا شي جوج من هادو في هاد اللون صافي باش ملي نبغي نطفي الشمع نفرقعو ان شاء الله. كوكو المهم بلاتي نبعد عليهم ندوي معكم. المهم انا عارفاكم ما غادي تفهموا والو حتى انا حتى اليوم تخربقت ولكن كتعرفوا اخر نهار قبل عيد ميلاد راه كيخرجوا لك بزاف ديال الحوايج فيه
انا الصباح مشيت تقديت انا ولينا وماما، مشينا مرجان خدينا مهم كاع داك المشروبات اللي غادي يخصونا، من تما رجعنا للدار على اساس مشات لينا وصلناه ورجعنا للدار باش غادي نمشي للحمام انا وماما هنا. صافي شاركت معكم لي برودوي وداكشي وهزيت شطيطي وغادا ناويه نمشي للحمام، ويتعيط ليا لينا قالت لي باقي لينا النفاخات نسيتهم خاصنا نطلعوا لهم درب عمر. صافي عاد مشينا هزيتها ومشينا لدرب عمر معايا هناء وماما، خدينا داك النفاخات وكلشي راه وريتكم كلشي في الفيديو الحمد لله، داكشي اللي كان بقى لينا راه خديناه وصافي. كان ضروري خاصنا المناضه وداكشي نجيبوهم هنا للدار فين غادي ندير لانيفيرسير ديالي، معانا لانيفيرسير ما غاديش نديرو في الدار. صافي جبناهم هنايا للدار ودابا جلسنا كنستفو فيهم في الثلاجه، انا غادي نوريكم. وصراحه ما بقى وقت الحمام دابا راه 9 قلت ولوت محال واش غادي نلقى حمام حال، دونك يمكن حتى الغدا غادي نفيق معاه 7 الصباح ونمشي للحمام نفيق وقيلا معاه 6 الصباح ولا 7 الصباح ونمشي للحمام بالصباح. وخا صراحه كنت باغا نمشي اليوم ولكن ما يمكنش دابا، ما عندي كي غندير. ها نتوما كتشوفوا حطيت العصير هنا المونادا، حطينا العصيرات الاخرين قرائي ديال الماء، المهم انا حطيت كل شيء بعدا باش بحال هكا يعني بقاو باردين وماشي حتى الغدا عاوتاني عاد نبداو برد سخن برد سخن، لما قلت نحطهم دا.